أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. وهذا اليوم أكيد أستضيف شخصيات سياسية وأحب أن أتحدث فيهم في أيام الصيام والطاعات، نستعيد ما كان من أعمالنا طول السنة ونبحث فيها عن الآثام، فلعلنا نمحو بعضها بالعبادة أو نزيل ما بقي منها بالصدقات، ثم نعيد الحقوق لمن ظلمناهم. فما بالك عزيزي السياسي بمن أذنب بحق هذا البلد 18 سنة ولم يصدق في عبادته أو يتصدق لمواطنيه أو يعيد له حقوقه. حديثنا هذا اليوم الرمضاني سيكون عن 18 سنة من حكم البلد الجديد. خلونا نشوف ما عدوا لنا الزميل محمد الكعبي وبعدها نبدأ جلستنا. 18 عاما من الحكم والحصيلة أرواح زهقت وأناس جاعت وثروات بددت وخدمات متردية وتعليم يكاد لا يصل إلى التعليم الأممي في العراق في حقبة السبعينيات، موازنات انفجارية تكفي لبناء 5 بلدان، لكن آفة الفساد ابتلعت معظمها وتركت البلد تائها في مركب الفقر في بحر السياسة المظلم الذي تتلاطم أمواجه والمواطنون فيه يبحثون عن قشة للخلاص. فذاكرة العراقيين بسنوات الحكم خلال 18 عاما: القاعدة، داعش، انفجار الصدرية، أزمة الأكسجين في الناصرية، ماء مالح في البصرة، مخدرات في الناصرية، نازحون في الغربية، وأخيرا دولار يشهر سلاحه بوجه الفقير والحكومة تؤمله بربيع قد لا يأتي أبدا. أما بالنسبة للسياسيين فذاكرة بعضهم مملوءة بالترف ولا ينقصها شيء سوى العدالة والأمانة، فالحكم في هذا البلد تشتت ولم يستطع فهم الديمقراطية بعد. فالصراع السياسي قد يصل في بعض الأحيان إلى حد النزاع الشخصي المتعكز على الطائفية والعنصرية، والإسلاميون أبرز المتهمين بسرقة البلد وتدميره، في حين هم يعزون ذلك إلى تسلط دول أجنبية على القرار العراقي. أما المدنيون والعلمانيون فيبحثون عن منصب ليثبتوا أنفسهم أمام الناس، لكن ما حصلوا عليه من مقاعد نيابية ومناصب تنفيذية زعزعت ثقة الناس بهم، فلم يغيروا شيئا من واقع السياسة المتعصب الذي فهمه بعض السياسيين إن الدخول فيه يستلزم مالا وسلاحا سياسيا لا يقهر أمام سلطة الدولة. وإلى الآن لم نجد بعد طاولة تتسع للسياسيين جميعا، فكلما اجتمعوا تشتتوا وضاع القرار. رحبوا معي بضيوفي في جلسة رمضانية، كل من الشيخ حيدر اللامي عن دولة القانون، وأيضا المفكر السياسي السيد غالب الشعبندر، وأيضا النائب السيد رحيم الدراجي. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ جلستي هذا اليوم بالسيد غالب الشعبندر المفكر الإسلامي المفكر السياسي الباحث في الشأن العراقي. هاليوم نمر ب 18 سنة، يعني هاليوم نمر ب 18 سنة، وبعد هذه ال 18 سنة المواطن كان يحلم بأشياء يعني هواية، لكن ما حقق شيء من اللي يحلم به. أريد نعرف السيد غالب الشعبندر، السبب كان في عدم تمكن القوى السياسية أو القيادات السياسية خلال 18 سنة أن تحقق مطالب هذا المواطن البسيط الفقير الفاقد أمنه وخبزه ومستقبله، هو تدخل الدين بالسياسة أو بعض الكتل والأحزاب السياسية كانت ما تدرك يعني الوضع السياسي القائم بالعراق وضيعت البلد، لو التدخل الخارجي.
شكرا جزيلا، مرحبا بك، مرحبا بالضيفين الكريمين، ومرحبا بالأخوة المشاهدين الأعزاء. نتمنى أن تكون يعني هذه انطلاقة رمضانية، يعني لأن رمضان هو عملية انقلابية في داخل النفس الإنسانية. يعني في الحقيقة يعني الإسلام هو الدين الوحيد القادر على كسر الروتين بالنسبة للحياة الإنسانية، وخاصة الإسلام على طريق مذهب أهل البيت عليهم السلام. فهذا الروتين الذي يمر على الإنسان يقتله، لكن الإسلام وضع رمضان وشعبان ورجب والأعياد والهدف تكسر هذا الروتين. لكن للأسف الشديد إلى أن إحنا باقين على هذا الروتين، لأننا لم نستطع أن نستوعب هذه المعاني الروحانية العظيمة ذات الأفق الحيوي والمحرك والطاقة الروحية الهائلة لهذه المناسبات. مع الأسف الشديد فتحولت إلى مناسبات زمنية وليس إلى مناسبات روحية مثيرة ومؤثرة ومحركة. وعلى أي حال، أنا في الحقيقة اللي أعتقد هذا الفوضى التي نعيشها الآن هي ليست بعيدة أيضا عن ارتباك وعن خلل في الوضع الاجتماعي العراقي والوضع السياسي العراقي قبل التغيير، لأن صدام حسين خلق شخصية معقدة. نعم. وخلق شخصية مرتبكة، وخلق شخصية خائفة من داخلها. وإذا كان الآن أكو تخريب أو أكو خراب الآن فهو خراب من الخارج، أما التخريب الذي صنعه صدام حسين فهو تخريب للرؤية، يعني للأصالة الإنسانية في داخل. ولذلك أصبح الإنسان العراقي هو إنسان خائف. تصوري حتى في الخارج لم يستطع أن يفصح عن اسمه، وإنما يتستر بلقب. وكلنا مررنا بهذه التجربة، ربما أنت مررت بهذه التجربة في عمقها. مررنا بهذه التجربة حيث كان المعلم يخاف من التلميذ، وكان الأب يخاف من الابن، وكان رئيس العشيرة يخاف من الفلاح، وكان الموظف رئيس موظفين يخاف من، فخلق شخصية معقدة. وهذا انعكست على الكل بما فيه الإسلام الملتزم والشيوعي الملتزم، لانه هو المسلم شنو او الاسلامي او الشيوعي او البعثي هو جزء من هذا المجتمع. نعم. لكن بعد تغيير النظام، بعد التغيير يعني كنا نامل واستصحبت هذه الحاله الى حد ما الى هذا الواقع، واضيف اليه الى هذه الماده المستصحبه او الى هذا الحكم المستصحب اضيف اليه شيء اخر في الحقيقه. اولا هو انعدام الرؤيه. نعم. يعني لا توجد رؤيه دقيقه لهذه الاحزاب ولهذه الممكنات. ولذلك من الأمور التي تسترعى الانتباه في العملية السياسية، يعني مثلا تجدين إنسان يعني مثلا مضى على عمله السياسي 40 عاما وهو ملتصق بفكر معين، وإذا به يغير انتماءه وينتمي إلى كتلة أخرى في لحظة معينة. زين هذا شو يعني؟ أنا ما أفتهم هذه الحالة. يعني في الحقيقة فهذا غياب الرؤية. غياب الشيء الآخر إلى أنه تدخل دول الجوار، تدخل. نعم. دول الجوار إلى دخل، وهذا العراق يعاني من فقط تدخل دول الجوار سيد غالب؟ لا طبعا الدول العالمية يسمونها. احنا هي شنو القضية؟ القضية الآن هي مركبة من 3 أمور. اكو صراع داخلي. نعم. صراع الداخلي أدوات دول محيطة. نعم. والدول المحيطة هي عبارة عن انعكاس لصراع دول كبرى. فهذا المسلسل الثلاثي، الشعب العراقي والفرد العراقي لم يجد نفسه مستقلا اتجاهه، وهو موروث حقيقة، لأنه كلنا نعلم إلى أن الدولة الصفوية والدولة العثمانية كانت تتعاقب في صراعها على العراق، حتى نشأت هوسة جميلة جدا إلى الآن يجب أن نستذكرها، أنه بين العجم والروم بل وابتلينا في الحقيقة. لا يزال هذا الأمر موجود ولكن بأدوات الأخيرة. فتوجد عوامل متعددة يعني حالت دون أن ندخل في عصر جديد. خليني اشوف الشيخ. لا خليني يعني أبداً. الشيخ حيدر اريد اسالك قبل ما اروح لي. لا ابدا انا ما لا لا ما اسال سيد رحيم. يعني صار دخلتونا حسب الحرج. لا اتكلم مع سياده النائب رحيم الدراجي اللي كان صوته جدا عالي خلال سنوات ماضيه، وما نعرف هاي السنة بقى صوتك مرتفع مثل السنوات الماضية لو بسبب التحالفات السياسية وأيضا دخولك ببعض الكتل السياسية ربما خفض هذا الصوت قليلا. أولا تحية طيبة لك ولمشاهدي قناة زاكروس وأستاذنا العزيز أبو عمار والشيخ الجليل حيدر زعبي.
احنا حقيقة يعني لم ندخل في اي تكتل مع اي كتلة سياسية تحالفات ولا في اي تحالف سياسي، ما زلنا احنا في حركة كفا، حركة يعني ما زالت حركة هي لوحدها، لم تتحالف مع اي كيان سياسي حتى في الانتخابات القادمة لن تتحالف، لانه التحالفات في العراق ما مبنية على رؤية استراتيجية بقدر ما هي مبنية يعني تحالفات تكتيكية. نعم. حدودها العليا هو الحصول على المنصب، ما بعد المنصب تتفكك هذه التحالفات، وبالنتيجة شوفين الآن التجربة السياسية اللي عرضتوها في مقدمتكم أسوأ تجربة سياسية مر بها العراق. يعني شنو السبب؟ هل تدخل الدين بالسياسة؟ لا الدين ما الدين ما له علاقة لا بس اسمه بال... أنا أتحدث عن بلي أنا واضح عندي من أهم الأسباب اللي يعني وصلنا بهاي النتيجة. شوف الست إذا تذكرين هاي الكيانات السياسية اللي إحنا كنا نعتقد بها الأمل الكبير وكنا نعتقدهم ملائكة ومنقذين وسوف يعوضون هذا الشعب العراقي، جانا بقضية اسمها المحاصصة أو الاستحقاق الانتخابي. هذه المحاصصة إحنا نسميها عش الفساد الحقيقي للكيانات السياسية. هذه الكيانات بهذا العش تزوجت دائم ومتعة ومسيار وكاثوليكي، فنتيجة لهذا الزواج العناوين المختلفة أنجبت أسوأ عملية سياسية. نعم. هدفها الرئيسي هو يعني الصراع على المال. قصدك حللوا لهم كل شيء؟ لا هم هذا بعد هذه زواجاتهم، فأنجبت لنا منظومة سياسية فاشلة، فاشلة بالأداء، فاشلة بالمنهجية، فاشلة حتى في صراعها على المال. نعم. ما كان عندهم صراع من اجل المواطن. لا. زين لذلك انت 18 سنه اتحداك تطلعين لي مسؤول سياسي مثل ذهب الى منطقه بها فقراء، هذا شنو يعطيك؟ او شوف الان عندنا سياسيين يدعمون بالانتخابات لا لا ما يدعمون ما يروحون هم الان هم يعني من يريد يتكلمون حتى على الانتخابات. لا. وهاي كلمه نرسلها للشعب العراقي، هم الآن ما عندهم أملين بالشعب العراقي. الأمل الأول حتى يكررون وجوههم بالانتخابات القادمة. نعم. هو شلون يزورون الانتخابات. نعم. ونتمنى من المفوضية أن تضع آليات جديدة تمنحهم من التزوير. والأمل الثاني اللي عندهم يقول لك هذا الشعب العراقي بسيط يشتري بالفلوس باعي ست. نعم. النائب حتى يتحالف وياهم يشترونه بفلوس، والناخب العراقي من الآن يفكرون شلون يشتروه بفلوس، يعني فلذلك يبلطون للشارع يشترون له محولة. صحيح. يسوون له دورة هذا الناخب، والمنصب هم يشتروه بفلوس لأن هم ناظرين للموضوع. مش قد عندنا فلوس إذن؟ لا عندنا فلوس تعيش كل الوطن العربي. لذلك أنا في مرة اقترحت على السيد الكاظمي، قلت له أخذ النفط إليك يا سيدنا الكاظمي وأنطينا هيئة الإيرادات غير النفطية، واحنا نتكفل لك بدفع الرواتب وسد العجز وباحداث احداث فرص عمل واحداث ثوره زراعيه وصناعيه بالايرادات غير النفطيه. نعم. والنفط للحكومه ما نريده، خل ياخذه هو السومو ودولاره كله له. نعم. زين ها قد عندنا فلوس ست، عندنا اموال طائله لا يعني تعد ولا تحصى، يشترون بها مناصب. لكن شنو المشكله ست؟ شنو المشكله؟ عدد الحراميه بالعراق اكثر من عدد الواردات، تسببت لنا هاي المشكله. شنو السبب؟ حرامية. لا بس السبب يعني بداية العملية السياسية من اجوا الصراع يعني على السلطة. بس نقطة مهمة. الصراع على المال. نقطة مهمة حتى ايه؟ أصل إلى نقطة نتفق عليها كلنا. أول ما بدأت العملية السياسية يعني كل العراقيين استبشروا بخير، خلاص راح نخلص من نظام دكتاتوري، راح يجينا نظام عادل، كل اللي طالعين بالخارج هم كانوا يعني أغلبهم عانوا الظلم والاضطهاد وهاجروا إلى الخارج، جونا بعقلية أوروبية أمريكية لأن عايشين هناك فالمفروض ينقلون هذه التجربة إلى أرض الوطن. البعض يعني بصراحة عاف المدنية، زدت المدنية في أوروبا وفي أمريكا ولبس العمامة وجاهنا وأخذ مناصب. هذا اللي تقوله يعني هذا اللي تقوليه صحيح، يفترض يعني ان يحصل دخول بالعراق دخول يعني دخول التجربة اللي عاشوها برا احترامنا للعمامة يعني بس لا هي العمامة ترى العمامة دخول مميزة دخول يعني الدين بالسياسة لإرضاء الشارع. اي بلي هو شنو يعني المشكلة اللي تتحدثين عن عين الصواب انه التجربة اللي عاشوها بالخارج يفترض بهم ان يعكسوها اللي هناك. نعم. لكن المشكلة وين ست هيفا؟ اذا هو 20 سنة بلندن جاني للعراق ما يعرف يحكي انجليزي
مو هذا قياس، هذا مو قياس، لكن النقطة شيء مو قياس. إذا هو يسمونه زعيم نقولة الله يخليك، وما يعرف يعني انجليزي، هو 20 سنة بلندن، هذا شلون يقدر ينقل لي تجربة؟ هو ما قادر يدافع عن نفسه، ما قادر يثقف نفسه. لكن أنا أتحدث يعني التجربة اللي عاشها. متحف من متاحف أوروبا ما زايرهم. نعم. زين؟ قاضي عمره كله بالكوفي شوبات والقهاوي. وجاني هنا صار لقاءات. وحكم العراق؟ طبعا. لا شنو؟ حكم؟ مو بس حكمه، حكمه وبهدل أحواله. زين؟ ما قدر يسوي لنا حمام بمدرسة. نعم. خليني أشوف ليش شيخ حيدر طلب إنه يتحدث آخر واحد. يعني شيخ حيدر لازم نتحدث نقاط مهمة جدا. عملية سياسية 18 سنة، يعني كل من يراقب هذه العملية بالداخل وبالخارج يشوف بها أخطاء هواية. يعني معقولة كل هذه العقليات اللي عندنا بالعراق وكل هذه، يعني مش أحكي لك شيء. يعني بس نقطة أريد أصلها، يعني دخول المتأسلمين العملية السياسية ربما خرب العملية السياسية وحرفها بخير اتجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ليكي وعلى ضيفيك الكبيرين المحترمين. وكذلك أحب أن أهني العالم الإسلامي والمسلمين كافة في العراق وخارج العراق بحلول شهر رمضان المبارك. تقبل الله صيامهم وقيامهم واستجاب دعائهم بأحسن الإجابة. من دواعي سروري أن أكون بين قامتين عراقيتين محترمتين. كذلك أنه أحببت أن أكون آخر، لأن ما ممكن أن أتكلم قبل الأساتذة، على قولة أهلنا ما تطلع لسنون قبل العيون. فاحتراما لنفسي أولا واحترامي لهم. شكرا جزيلا شيخ. الله يخليكم. بالبداية يعني هذه النقطة الجوهرية اللي يعني يسأل عنها الجميع، أنه لماذا مرت العملية السياسية بهذه النكسات المتعددة المتراكمة وقد تكون المتكررة. طبعا العملية السياسية مرت في نظري البسيط القاصر في ثلاث مراحل أو في ثلاث أمور. مرة هي فاشلة، ومرة فشلت، ومرة أريد لها الإفشال. مرة أن تكون فاشلة أنه أعطيت قيادات، يعني بعض القيادات أو أعطيوا مناصب أكبر من حجمهم وكلفوا بأمر هم لا يستطيعون به وأن يسيروا بهذا العمل الكبير الشاق، رغم وجود هناك شخصيات باستطاعتها أن تقود هذا العمل. مرة فشلت أنه تكالبت كثير من الدول كما بين أستاذنا أبو عمار من الخارج ومن الداخل على إسقاط العملية السياسية أو إضعافها بشكل كبير، من خلال الوجود الأمريكي، من خلال إدخال القاعدة، من بلدان المجاورة، التدخل الكبير والسافر للبلدان، كذلك إيجاد شخصيات عائدة إلى بلدان أخرى أن تكون في دار القرار، وهذا دار القرار لا يصب بمصلحة الشعب العراقي بقدر ما يصب بمصلحة تلك البلدان. هذا أثر بشكل كبير على الواقع السياسي العراقي، بل أثر على المجتمع العراقي، على أخلاقيات، على الاقتصاد بكافة أموره، على القضاء، على التعليم، انعكس بشكل كبير أيضا على الرياضة بالعراق، على كل مفاصل الحياة بالعراق. لذلك هذه التجربة، قبل قليل أنا والأستاذ رحيم نتكلم أنه هناك شخصيات يجب أن تعترف بأن هي يعني وصلت إلى مرحلة عدم إمكانية العطاء، لا يوجد عطاء. يعني الآن هم كانوا في السلب ولا زالوا ينزلون في السلب، وهذا السلب يعني ينعكس على أبنائهم، على مجتمعهم، على إسلامهم. شيخنا، الشخصيات اللي تتحدثون عنها هي موجودة
وعدها قاعدة جماهيرية بسبب ما تحدث به السيد النائب. شك بموضوع القاعدة الجماهيرية. أنا تحدث وإن بسبب تنظيم جمهورهم يعني تعيينات فلوس. لا لا تعيينات فلوس يعني أكيد أحزاب يعني 18 سنة تشوف على أحزاب. إحنا بالنسبة إن أنا أقول ليس كل من لديه جمهور هو منتج. نعم. مرة الجمهور يكون غافل، مرة يكون مغيب، مرة يكون مسفه. يعني قوم فرعون الله وصفهم يقول فرعون استخف بقومه فأطاعوه. لذلك ليس كل من أطيع هو منتج. هناك كثير من الشخصيات الآن إذا وقف بساحة التحرير 5 ما يقفون خلفه، ويأتي شخص جاهل يقفون خلفه عشرات الألوف. هذا مو معناها أن الجاهل هذا منتج أو أنه إلى شأنية. الشأنية تكون عند الإنسان المنتج، حامل الفكر، حامل التوجه، حامل رؤى صحيحة. خلي نشوف السيد غالب الشعبندر، لكن قبل ما أتحدث وياك خلي القهوتشي مالنا يشربنا قهوة. سيد أبو عمار، يعني نقاط مهمة نتحدث بها بما أنه نحن برمضان، يعني هل صحت ضمائر بعض الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة اللي أدت بالبلاد على ما هو عليه هذا اليوم؟ هل قدرت ضمائرهم تصحى؟ نحن شهر فضيل ورمضان، وناس هواية ما عندهم يأكلون، ناس هواية مشردين، ناس هواية مهجرين. شوف يقول لك شيئا، تروى قصة وهي صحيحة، إنه كان هناك شخص اسمه منصور، وهذا منصور كان يعني مثل ما يقولون بعيد عن الله عز وجل، وكان غارق في الظلم وغارق في الطغيان، أو غرق في الظلم والطغيان، واستبد فيه الهوى إلى أبعد الحدود. وعندما حلت ساعة الموت عليه كان يحتضر، فكان أخوه يقول له يا منصور قل لا إله إلا الله، قل محمد رسول الله، فمنصور لا يجيب أو يكلمه من هذه الجهة يلتفت إلى هذه الجهة، يأتي يكلمه من هذه الجهة يلتفت إلى هذه الجهة. ففي هذه الحالة التفت إلى أخيه وقال له يا أخي افتح لي النافذة أريد أن أتسنم هواء طيبا. فقال له يا منصور أقول لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتعزف عن ذلك وتذهب يمينا وشمالا وتطلب مني بعظمة لسانك. أنا قال له يا أخي لقد حيل بيني وبينها. سبحان الله. سبحان الله. أنا لست واعظا حقيقة، وعندي نظرية خاصة بالوعظ. نعم. يعني الوعظ هي مو حرفة، عفوا يا أخي. بس الرباط واضح. الوعظ مو حرفة، والوعظ يعني ولو اتدخل في شؤون الآخرين، الوعظ هو عملية متبادلة. نعم. ربما الطفل يعظ شيخه. نعم. صحيح. نعم. وربما الشيخ يعظ. نعم. طفلا. أنا دا أحشي فكري يعني. نعم. وأنا بطبيعتي ما أمر بالأخلاق وكذا، وإنما أعرض أقول هكذا وهكذا هو المثل الجيد والمثل الطيب. لكن أبو عمار سيدتي الكريمة، من الصعب جدا الانبعاث من تراكم الإثم ومن تراكم الخطأ، لأنه يتحول الإثم إلى ثقافة. حتى وهو يشعر بأنه هذا خطأ ولكنه دم عليه ودجن عليه، ولذلك من الصعب جدا أن ينبثق ويثور على هذه الحالة المتكلسة الجامدة. نعم. إلا ما رحم ربي. لكن أريد أسأل نقطة، يعني لو هذا اليوم نتحدث عن الشهيد محمد باقر الصدر، أنا طبعا أحشيش هذا. نعم. لا يعني أني صافي بيور. لا لا خلي، لا أنا متروس آثام ومتروس كذا. خلي بس أنا دا أحشي فكرة. نعم. يعني أنا هم أريد أحشي أسأل سؤال. يعني هاليوم إذا يصحى الشهيد محمد باقر الصدر قدس الله سره، وأيضا يصحون شهداء حزب الدعوة اللي ناضله وأيضا أعطوا شهداء، شو راح يقولون يعني؟ انت تعرفين شهداء حزب الدعوه شنو؟ يعني شو راح يقولون اليوم؟ على ثقه كانوا يصعدون المنابر، يصعدون المشانق وهم يهتفون باسم الله وباسم رسول الله، وكانوا شبابا اليوم يعني شو يقولون على الاحزاب الاسلاميه؟
اليوم شي يقولون على احزاب الاسلاميه؟ غاضبون الان، هم غاضبون وهم في قبورهم او هم عند عالين في مرحله البرزخ او عند الله عز وجل. سيدتي الكريمه، لقد كانت تجربه الاحزاب الاسلاميه قبل التغيير بل وقبل، كانت تجربه مثاليه. اضرب لك مثل من هذه القضيه، نحن كنا في كرنال الشرقيه، كل من كان هو يمتلك راتبا موظفا في كل راس شهر يجتمعون في مكان سري ويضعون رواتبهم على الطاوله وتقسم هذه الرواتب. هذا الداعيه لم يكمل دراسته فيجب ان نساعده، هذا الداعيه تزوج حديثا فيجب ان ندعمه، هذا الداعيه يمتلك اخا عاجزا عن العمل فيجب ان نكسيه ونطعمه. اكثر من ذلك، كان هناك من يخرج صباحا الساعة الخامسة أو الساعة السادسة على دراجته الهوائية وهو يحمل المال ويحمل الطعام ويضعه في باب الداعية ويطرق الباب ويهرب. كان الدعاة هكذا، كانوا كانوا شعلة. هاليوم شلونهم؟ روح حقيقة. هاليوم شلونهم اليوم؟ هاليوم شلونهم؟ هاليوم الدعاة شلون؟ لا 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 يعني احنا قبل عندما كنا نحضر للحلقه الحزبيه، يعني ولو معذره للاخوه انا اتكلم عن تجربه طويله، يعني عندما كنا نحضر للحلقه الحزبيه قبل ان نحضر نعتبر هذا الحضور هو عمل تعبدي ونعتبره مسجد صغير، وكنا من يصلي ركعتين قبل ان ياتي ولا ياتي الا وهو على وضوء، ونبدأ بالسورة الكريمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، ونختم بذلك ويدعو بعضنا لبعض. وكن يعني كان الحزب شعلة حيوية. انطفى الحزب وطاقة اليوم؟ إيه فقط الحقيقة يعني فقط. انطفى يعني انطفى تقريبا. يمكن الفلوس تغير النفوس؟ يعني أنا سألت واحد الفلوس تغير النفوس؟ سألت واحد الكبار قلت له أخي العزيز أحد الكبار وهو الآن عاطل عن العمل الحزبي، يعني قلت له في هذه الأيام يعني هم يقعدون بسم الله الرحمن الرحيم وكذا، قال أبو عمر دين أكثر من الراحة، وكان يبكي يعني مو كان يعني بسم كان الحزب وكان المتدين. قلت له يعني جننوا صدام جننوا؟ هل تتصورين إلى أن الدعاة الذين كانوا في السجون كانوا سببا في تدين كثير من الجلادي؟ لا تخلينا نبكي يعني، انت بكيتينا بالحاله. الله يرحمك. انا شفت بعيني يعني ابطال يعني هزوا الجبال والله العظيم في الصمود. يعني واحد منهم طبيب كان في الحله كان يصيح الله يرحمه، دماغ التهب من الضرب. فلما خلوه قال له ماذا تقول؟ قال ماذا اقول؟ اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. واستشهد. تغير النهج. نعم صب الموضوع واحد. خلي اصب الموضوع تغير النهج. لا مو قدر تغير النهج، يعني الان انا يعني من حزب ايضا الدعوه وايضا من دوله القانون. نعم. شنو اللي غير النهج لحزب الدعوه؟ يعني دمعة ابو عمار على انه الحزب فقد هذه روح ابو عمار رجل داعيه كبير وعاش مراحل صعبه وشاقه بكل معنى الكلمه. نعم. مر بظروف صعبه طبعا ليس بالامكان ان نتكلم بها الان. نعم. لكن هو احد الدعاة الذين مروا بهذا الجيل الكبير، الجيل المؤمن، الجيل اللي وضع لبنة الأساس لهذا الحزب. اليوم الحزب في هذه المراحل التي مر أيضا بظروف صعبة وظروف مختلفة، ضغوطات متعددة ليس ذكرها الآن، لكن هناك ضغوطات ومتغيرات المراحل، كذلك هناك من ليس أهلا أن يكون في الحزب، يعني في نظري البسيط القاصر. يعني قد يكون يعني السيد يعني العبادي 4 سنين، السيد المالكي أنا ما أريد أذكر أسماء حتى لا لا يعني بس حتى نتحدث عن هذه النقاط. إحنا ما رح نتحدث عن حزب واحد، لكن حزب الدعوة له تاريخ عميق
وكبير يعني عظيم. خلينا نتحدث له تضحيات يعني له شهداء له قدسية هذا الحزب يعني. نعم يعني الحزب اليوم البعض يعني لا تزعل مني شيخ وأنت من حزب الدعوة ينظرون أنه الحزب الدعوة فقد هذا البريق اللي كان يعني متماسك حتى يؤدي رسالة، ربما هذه الرسالة كانت تصعب على كثير من الأحزاب وأيضا كثير من المقاومين آنذاك أن تحملها. شوفي يعني صح، يعني أحتاج إلى وقت طويل حتى أوصل إلى ما أنا أريد، لكن ببساطة كل الأحزاب عندما تناضل تكون مقدسة تكون لها قدسية. صحيح. عندما تناضل أمام الطغاة. نعم. وهو أيضا يكون المتفانين كما عبر السيدة أبو عمر، وهذه ليست تجربة فقط لحزب الدعوة. نعم. هو المسلمين في مصر، في تونس، في الجزائر، في عدة مكانات هذا موجود، أنه الأحزاب عندما تناضل أمام السلطات تكون لها قدسية وهو يكون متفاني. نعم. يفني بدنه، يفني ماله، يفني حتى عائلته، يعني عدة استعداد. نعم. يضحي بعائلته. بس اليوم شو يضحون بالشعب بس يعني مرة أخرى. لا عفوا هنا بس اسمحي لي، لكن عندما يكون في مشترك فيها السلطة، السلطة مشترك بها فقط الأحزاب الإسلامية. نعم. اشترطت بها الليبرالية والعلمانية والمدنية، الكل اشتركت في هذه. نعم. السلطة لا أحد يبرئ نفسه ولا أستطيع أن أبرئ أحد. صحيح. لذلك نحن أيضا ما زلت التجربة على حزب الدعوة. أنا كاتب. لكن أنا كنت أحكي نقطة مهمة جدا، لو صحوا قيادات حزب الدعوة يعني شافوا الوضع اليوم والنضال يعني اللي هذا الكلام اليوم لو فرضنا على سبيل الفرض، لو أنه طبعا قياس مع الفارق حتى لا أحد يأخذني بهذه الكلمة، لكن هذا المثل اللي إجا في رأسي الآن، لو أنه أصحاب الإمام الحسين ظهروا في زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه. نعم. حسينهم الإمام الكاظم تحت المطامير السجون، والشيعة تنتظر جالسين وأمامهم ويعرفون أمامهم تحت الأرض 20 عام ولم يثوروا. ماذا كانوا يقولون أصحاب الإمام الحسين؟ نعم. قالوا جزرنا وقطعنا وأحرقنا وعمل ما عمل بنا لكن لم نترك إمامنا، وأنتم تركتم إمامكم. هذا الأمور كل من له دوره وكل. نعم. من له زمنه وكل من له توقيته. هذه ربما التوقيت والزمن يختلف. أكيد يعني أكيد الأمور كلها الوقت له شأنية والضغوطات لها شأنية. أنا أيضا يعني لا أبرئ أحد ولا أريد أن أجد ذريعة، لكن أقول إن عندما تدخل في هذا المعترك لا تجعله صح أنه أمام النظام السابق كان الاسم الألمع هو حزب الدعوة. نعم. لكن هو ليس فقط حزب الدعوة، كان واقف، كان. نعم. هناك المجلس، كان هناك حتى من الحزب الإسلامي. نعم. السني، كانت كلها كثيرة واقفة أمام وجه النظام. لكن الدعوة الأبرز يعني والقيادات يعني والوجود والمؤثر أنا أتحدث والمؤثر كان له حزب الدعوة. قال لي أشوف سيادة النائب يعني سيد الدراجي، سيادة النائب إذا أنصبك هذا اليوم وأسويك رئيس وزراء العراق لمن تختار تشكيلتك الحكومية؟ طبعا ولمن تحاسب وش تسوي؟ ست الله يخليك، هاي أسئلة افتراضية. سيد الشيخ اللامي تحدث عن الظروف الزمنية والمكانية، ربما أتغير يعني تغير الإيجابية أو العمل الإيجابي، هذا اللي فهمته من كلامك. لا يعني الظروف يعني الظروف والمتغيرات تغير يعني تغير يعني إلها دخل يعني. نعم. لو فرضنا استاذ رحيم لو كان صدام الآن موجود ما راح يحكم مثل ما حكم قبل. السيد الدراجي رئيس وزراء، أريد أعرف منو تختار الشخصيات اللي تخليهم بكابينتك الوزارية؟ أولاً وشنو راح تفتح؟ أنا أتجنب الأسئلة الافتراضية عادةً. لا هذه مو افتراضية، إن شاء الله صير رئيس وزراء. لا ما نصير إحنا الآن في هذه المرحلة. ما زال أكو يعني وجود هاي الأحزاب. خلي أحور السؤال. أيش حوري غير شيء؟ إجاك رئيس الوزراء قال لك تعال يا سيد الدراجي انصحني شو أسوي؟ لمن أنصب؟ لمن أخلي؟ شلون أعبر بهذه الأزمات؟ تفضل. يعني هسه المصادق احنا ما نقدر نذكر بعض الشخصيات احتراما لهم وحمايه لهم، بس احنا نقدر نقول اذا اجى رئيس وزراء وقال يابا انا اتمنى
لا يجي رئيس وزراء ولا احنا نصير رئيس وزراء. نعم. انا اتمنى رئيس وزراء؟ اسمحي لا اتمنى رئيس الوزراء اللي خصوصا بالمرحله القادمه بعد تجربه نعم. 18 سنه من الفشل وفشل يعني واضح المعالم مخزي. اتمنى رئيس الوزراء القادم يجي بمناظره مع منافسيه. نتمنى هاي امنياتنا. اي لا يجي بانتخاب من الاحزاب الفاسده. والله شنو انا الكتله الاكبر. زين؟ الكتله الاكبر وعنده 60 هيئه سياسيه يسلب بمال العالم. شو اسوي بي انا هذا؟ تمام؟ هيئه اقتصاديه. انا اريد كتله سياسيه ترشح رئيس وزراء من خلال المناظره التلفزيونيه. نعم. يطرح يوقف يم ابو عمار. قل ابو عمار تناظرني انا بدي اصير رئيس وزراء مثلا يعني الامثال تضرب ولا تقع. ابو عمار عنده برنامج وهذا الجاي عنده برنامج وخلوا لكم هيئه راي محترمه. معقوله ما بكم حظ كلكم؟ طلعوا لكم هيئه راي من الاساتذه من الناس اللي عندهم فصاحه من 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 رجال الدين المعتبرين من الشخصيات الاكاديميه الرائعه. العراق مليان ما شاء الله. هذول هيئه راي يقيمون. او اسوي استفتاء بسيط عن طريق التواصل الاجتماعي بهذه المناظره. هذا يفشل لان اغلب مو يفشل لان هم لا تدري التواصل الاجتماعي تدري مو عن التواصل الاجتماعي اي ها لانه مو تدري ليش؟ لان هم متعلمين على شراء الاخر. نعم. هم ما متعلمين على العطاء مثل ما قال الشيخ. هم كتل سياسيه جفت ينابيع. نعم. بعد ما بيها شيء خلاص. اللي الان احنا في تجربه فشل. واكد لك الاصرار على عوده الوجوه الفاشله والفاسده هو جريمه تضاف الى جرائمهم بحق الشعب العراقي المظلوم. اي واحد يتحدث باعاده اي وجه من هاي الوجوه يعني اذا انت جريمه بحق الانسانيه. اذا انت رئيس وزراء او نصحت رئيس الوزراء اول ما يصل او يقعد على كرسي رئيس الوزراء شو تخليه يسوي؟ يعني تنظر بلد أزمة اقتصادية، أزمة مالية، أزمة خدمية، أزمة صحية، يعني حتى بصراحة خلينا نتحدث أزمة نفسية اليوم البنى يعني التحتية اللي هي تجيب الخدمات هذه بعيدا عنها. أيضا الإنسان متهدم من الداخل بسبب الحروب، 18 سنة الجوع، احنا حطمناه، احنا حطمناه. تنصح شو تسوي؟ يعني هاي الأزمات كلها قدامك. ايه ما يخالف. أريد أعرف من وين تبدأ؟ شو تفكر؟ شو تسوي؟ طبعا انا ما اقدر اصرح بهاي المسائل لان هاي مسألة خطوات استراتيجيه ما نقدر نعطيها لهاي العقول الفاشله. بس نعطيها بس نقدر إيه؟ ما يخالف اذا رئيس وزراء يجي بحظ نقدر نساعده ونعطيه برنامج يكافح للفساد وبرنامج يحدث تنميه اقتصاديه بالعراق. مو برنامج نعطيه خطوات اجرائيه. بس انا اقول لك شنو العمود الفقري بالموضوع؟ تطبيق القانون. العمود الفقري بالموضوع قانون؟ تطبيق القانون. أي. احنا الان ما عندنا قانون يطبق. عندنا قانون. نعم. وبه مواد محترمه زين بس ما يطبق. نعم. لان رجل القانون ضعيف ما يطبق. الان انت مثلا تعال شوفي. نعم يعني قصدك يطبق على الفقيه؟ لا يطبق. لا 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 هو هذا شوفي قوه الدوله من تجي؟ قوه الدوله تجي من تطبيق القانون. الكل سواسيه. نعم. امام القانون. يعني الان القانون ما يطبق؟ لا الان احنا لا عندنا قانون ولا دستور، عندنا اراده سياسيه حاكمه بالبلد. نعم. هي تتحكم بالبلد. يعني مين راح تبدا؟ اعطيني نقطه، مين راح تبدا؟ ابدا من تطبيق القانون. نعم. اطبق القانون بما هو. والنقطه الثانيه؟ بعد هذا انت اذا طبقت القانون يعني سويتي امن. نعم. اذا حققتي امن تنتقلين الى المرحله الاقتصاديه. نعم. إذا حققت اقتصاد تنتقلين إلى القيم المعنوية. نعم. اللي تتحدثين عنها الآن من الداخل. يعني اليوم تنتقلين إلى القيم المعنوية تحيين هاي القيم. نعم. اللي حطموها تدرين الآن 5000 مثلي بالعراق كارثة لا تصدق. وين بالمناطق اللي عدد المواكب بها أكثر من عدد البشر؟ والله صحيح زين كارثة. مخدرات تحدث بلا حرج. نعم. هاي بسبب شنو؟ بسبب هاي النماذج اللي جتنا. بسبب دخول يعني خلي اتحدث المتأسلمين الى العمليه لا السياسيه. ما لا بس شنو السبب؟ ليش خليني اقول لك فتقضية. ليش هذه القيم راحت؟ احنا صح عندنا احزاب اسلاميه وكذا بس نتحدث نقاط. ليش هذه القيم راحت؟ تحدثت القيم عن راحت اشياء لانه اللي يحكم البلد ما عنده قيمه. ما عنده قيمه يعني معنويه قادر يعكسها على المجتمع. هو العدل المجتمع شنو؟ المجتمع انعكاس للحاكم. نعم. إيه؟ المجتمع الان الحاكم الان يقول باكر مثلا حزام الامان
يلبس بالسيارات، اللي ما يلبس يتغرم 100,000. نعم. تلقين كل الناس لابسه حزام الامان. نعم. زين؟ الحاكم هو العله الرئيسيه للحاكم. لذلك انا دائما اقول الاغلبيه السياسيه فشلت في دائره صنع القرار بالعراق. نعم. ما قدرت تنتج دائره صنع قرار حقيقيه تقود البلد، قدرت تصنع دائره صنع قرار اما ان تكون مكتب دلاليه مال كمسيونات، واما ان تكون مستسلطه على الشعب. اي الاحزاب والكتل السياسيه من بدايه العمليه السياسيه الى هذا اليوم كانت يعني كانت هي السبب في دمار العراق؟ ماكو فتح حزب معين، هو بالنتيجه الكرد والشيعه والسنه والاقليات هم الحكم العراقي سلام الله عليهم، هم السبب الرئيسي بدمار البلد. يعني انت توجه الاتهام للكل؟ يعني مو وجه الاتهام، هذا ادائهم. ها اوكي، خلي بالك في القضيه، وهذا يعني فشلهم اللي احنا نشير له. نعم. يعني احنا مو جاي نتهمهم. نعم. اولا هم اعترفوا انهم ناس فاشلين، ثانيا التجربه تقول عليهم فاشلين. نعم. 18 سنه مع اكثر من 1400 مليار دولار. نعم. خمس دول مثل العراق نقدر نبني. زين الان الان بس 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 وائل. نعم. الان اي واحد يتمرض بهم يروح برا، ما قادر. احنا الان مو عندنا برلمان 328 29 ما قادرين نبني لنا مستشفى ب 329 سرير. نعم. تمام. صح. البرلماني والمسؤول اللي يتمرض يطلع برا يتعالج، مو عيب عليكم؟ ما تخجلون؟ والله عار عليكم انتم حتى تحكمون البلد هذا. هاي رساله لما توجهها؟ كل واحد فاشل ادار البلد. كم واحد فاشل عندنا؟ اوه هاي حدث بها، هاي احصائيه يراد تسوين تعداد سكاني. 50% 60 اللي النسبة ايش قد مالهم؟ النسبة يعني النسبة جدا عالية. ايش قد؟ فوق المتوقع. يعني ايش قد؟ 80؟ التجربة فاشلة. 80؟ لا أكثر. 90؟ أكثر. ايش قد؟ 99؟ اي يعني التجربة قاسية مريرة. اي معقول. تجربة قاسية سيد. المدرسة الطالب مالتنا يقعد بالقاع. المستشفى مالتنا ما تقدرين، يعني المستشفى ما قادر يصرف لك دواء. تروح تشترين من برا وتجيبينه بالثلاجه تحطينه، تجين الصبح تقعدين ما تلقينه. غياب وين الدواء اللي اشتريته البارحه؟ يقول لك والله اكو مريض خطيه ما عنده فلوس، فاخذنا من عندك وديناه له. بلد ميزانيته 160 مليار، مريض ينام بمستشفى ما عنده دواء. صحيح. طالب يروح المدرسه ما عنده صبوره وما عنده رحله، ما عنده مغاسل يغسل بها، ما عنده ساحه طوبه يتنفس بها. من السبب يا ابو عمار بهذا الموضوع؟ يعني أنا أعتقد السبب معقد هو جدا، أو أسباب أو جملة أسباب. يعني أنا لا أزال، لا ما أزال أؤكد إلى أنه فترة صدام حسين فترة مظلمة. نعم. وقاسية بس قل لك ميزانيات انفجارية، وزرعت بذور الشر الأولى. يعني حقيقة زرعت بذور الشر الأولى. نعم. لأن قلت لك إلى أنه خلق شخصية عراقية مفتقدة للثقة بنفسها. نعم. وشخصية قائمة على الخوف، وتعرفين أنت سيدة العارفين المجتمع عندما يبنى على الخوف، عندما يرتفع هذا الخوف يقوم يكذب ويقوم يسرق ويقوم كذا كذا، لأنه هو شخصية منهارة. بعدين لا تنسين لأنه الأمريكان أيضا لهم دور في هذه القضية. نعم. ما يقعدوا راحة هذول، هم عبارة بعدين يعني القوى المعادية بعدين. نعم. فساد القدوة، انهيار القدوة. من تقصد بالقدوة؟ هم هاي الأحزاب الإسلامية اللي موجودين، هاي قدوات. نعم. شوفي أنا مرة واحد قال لي كلمة جميلة، قال لي لماذا الناس يحبون السيستاني؟ نعم. هو من مدرسه السيستانيه يعني. نعم. انا قلت يعني اقدر اجاوب جواب بس اخاف الجواب ما يقنعك. قال لي انا اقول لك ليش يحبون السيستاني. قال لي لا على علمه، لان الناس ما تعرف علم السيستاني، شنو الناس ما تعرف الجمع بين الادله المتعارضه والتزاحم الحفظي ولا يمنع. صحيح ولا مو صحيح؟ قال لي وين هذا شو يسمونه؟ قال انا قريب ما اعرف من هذني. قلت له عاد ليش؟ قال زهده، ولانه ضرب المثل الاعلى بالزهد. نعم. وبالتواضع، قال الناس حبته ومشت وراه. احنا مجتمع قدوات. قصدك السلوك؟ اي مش مجتمع مؤسسات. نعم. المجتمع الشرقي مجتمع عشائري ومجتمع قبلي واسري وانصر اخاك ظالما ومظلوما. نعم. يعني هذا موجود، هذا في الحقيقه، وهذا في الحقيقة فساد القدوة أضيف كعنصر أساسي لانهيار المجتمع. يعني التركة الثقيلة التي تركها صدام،
ثم بعد ذلك ماذا ما عمله الأمريكان وأيضا ما تعمله دول الجوار. يعني أكو دول جوار كثيرة تصدر الإفيون وتصدر الحشيش وتصدر كذا. العراق في الحقيقة يا سيدتي الكريمة ليس هناك صراع عليه فقط، إنما صراع عليه وفي داخله. تشوفين شلون؟ ولذلك انه احنا في الحقيقه اذا ما تتوفر الاراده السياسيه تحدث عن الصراع السيد غالب الشابندر وعن الخلافات. سيد الشيخ حيدر اللامي، بما انه انت مفاوض يعني وعندك علاقات بارع وعندك علاقات مع الكتل والاحزاب السياسيه، هل اليوم اذا خليك مفاوض بين الكتل والاحزاب السياسيه واريد نجمعهم على طاوله واحده، مع منو تقعد وعلى شنو تجمعهم؟ وايضا على شنو تستند؟ وايضا تتحدث مع اي كتله يعني مؤثره حتى تكون هي ايضا داعمه لهذه المبادره؟ طبعا هذا السؤال اصعب من سؤال رئيس الوزراء. لا يعني اول شيء هناك شخصيات مؤثره في المشهد السياسي. نعم. وهناك شخصيات مؤثره في الوضع العراقي. يعني المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة آية الله العظمى سيدي سيستاني أدام الله ظله الوارف وجعله خيمة على العراقيين وعلى المسلمين كافة، له كلمة عليا ومسموعة رغم مرحلة من المراحل. أنه بعض السياسيين، وأنا قلتها في عدة لقاءات، أنه إذا كانت كلمة السيد بمصلحة يمشون بها، إذا ماكو يميعوها ويمشون بجانبها. يعني كلمة السيد عليا يجب أن تحترم من قبل كثير من الكتل السياسية. اليوم الكتل السياسية، مرة نتكلم عن مكونات الثلاث، ومرة نتكلم عن داخل المكون، ومرة نتكلم عن الأحزاب. اليوم هناك تفرقة وتناحر، هناك يعني بس تعبير. انت مفاوض جيد يعني مفاوض طيب. يعني وعندك طيب. علاقات انت تعرفين اكو عندك علاقات قويه رغم انه انا احب هاي تكون مخفيه تبقى، لكن هذا المفاوضه طبعا تعرفين اذا بها امرين، الاول ان يكون الطرف الاخر يحترمك ويحترم كلمتك، الامر الثاني ان يكون هو يعطيك مساحه. فكل هذه المساحه تكون أنت تستطيع أن تتحرك بها. نعم. وتحرك الأدوات التي تمتلكها. اليوم الأخوة جميعا متشنجين، الكل فاقدة، يعني أنا أعبر عنه فاقدة ثقة؟ يعني فقدان الأمن السياسي، يعني لا يوجد هناك أمن سياسي، الكل فاقدة الثقة بالآخر، الكل يشوه الآخر، حتى وإن علم أنه هذا ممكن أن يقدم. هناك كثير من التصريحات والدلالات قدموها مسؤولين كبار حول شخصيات يقول هذا الأمر ينفع العراق لكن نحن رفضناه كون إنه فلان الذي أتى به. هاي كثيرة موجودة، حتى لا يصعد فلان، حتى لا يكبر فلان. اليوم نحن نحتاج إلى أن ننظر فقط إلى العراق، وننظر كما أنا أفكر، أنا أريد في يوم من الأيام إنه أحفادي أو أهلي أو الناس اللي تعرفني عندما تذكرني تترحم علي، لا أن تشتمني، لا أن تلعنني، كون إنه هذه العملية السياسية الآن اللي موجودة فيها كثير من الإسفاف، فيها كثير من الأخطاء، فيها كثير من يجب أن يعمر، مثل ما قلتي يعمر الإنسان من الداخل، من الداخل يعمر هذا الإنسان من الداخل في سبيل أن يبني هذا البلد. أنا أقول دائما في كثير من جلساتي مع الناس حتى في التفاوض، هذا أنا أبحث عنه، أنا لن أراه، أنا أتكلم، أنا لن أراه، كون أنه هذا اللي أنا أبحث عنه كبير، لكن ممكن أن أبدي به خطوات، أستطيع أن أبني لبنة هنا ولبنة هنا، لكن أنا لن أرى هذا البناء، كون بناء كبير ويحتاج إلى عمل. ربما مأيس من بعض لا أنا ما مأيس. أنا ما مأيس، أنا بالنسبة لي أقول إنه الأيام القادمة إن شاء الله، يعني خلينا نقول العشر سنوات القادمة الشعب العراقي سوف تتضح له الرؤية، ولا يذهب خلف من استخف بعقله واستخف بإرادته واستخف
بما موجود من أفكار عنده، ظلله كثيرا. تذهب هذه القدسية الكاذبة، هناك بعض الشخصيات لهم قدسية كاذبة، قدسية هي هشة مبنية على الهواء، مبنية على السخافات والتفاهات جلكم الله. لكن بعد فترة عندما ينظر هذا الشخص يرى ابنه مريض، يرى ابنه غير متعلم، يرى نتمنى سيد يذهب إلى الواقعية. حيدة اللامي تجمعهم في اليوم على طاولة، كونك عندك علاقات متميزة، لكن القهوتشي مالنا أيضا خلي يجيب لنا قهوة. شوفوا خليني أسأل أسئلة للسيد النائب. لا أنا بس نقطة إذا يسمح لي أخذ من وقته دقيقة. أنت سألت سؤال أنه كيف ممكن إصلاح هذا الأمر. أنا أعتقد أنه وجود على دفة الحكم شخصية حازمة وليست قوية، حازمة ويكون لديها فريق أمين فاهم مدرك عالم بالمرحلة، بس يجب المناظرة. نعم هذه المناظرة الآن موجودة في كل بلدان العالم. الجمهورية الإسلامية اليوم يعني هاي السنوات الأخيرة ظهرت شخصيات تتناظر مع الرؤساء، الرؤساء فيما بينهم يتناظرون والشعب يرى، ونقل مباشر 6 ساعات 7 ساعات تبقى المناظرة. هذا أمر طبيعي وهذا أمر ليس بالصعب وليس بالمستصعب. لكن أنا أقول ويؤيدوني، هل إن رئاسة الوزراء هي من الشعب العراقي أو من العراقيين أو من الخارج؟ أشرب قهوتك شيخنا. أشرب قهوتك حسنت. وخليني أنتقل إلى السيد الدراجي اللي مرات حجيه هم يشفي القلب. مرات مرات والله الحجي على الجرح يعني، ومرات يروح زايد. وبعض الأحزاب والكتل السياسية قالوا لك استوب يعني كافي لهنا وكافي. أريد نتحدث، أنا قلت لهم كفى، مو هم قالوا لك كافي. كافي تروح، لذلك أنا أسست حركة اسمها كفى. يعني مرات يقولوا لك كافي، ما يقدرون يقولون كافي لأن ملفات عندك ملفات هواية. سيري السؤال. بس أنا تكملة لحديث الشيخ الله يحفظك. الله يحفظك. بالوقت اللي احنا أول مرة تتوالم ويا شيخ نأمل. احنا ما زال خطابك وطني شيخ. الحمد احنا لله. مع كل واحد وطني يبحث عن مصلحة العراق. أحسنت. ما يبحث عن رؤساء مصالح الأحزاب الفاسدة، لأنه عندنا شخصيات يجب أن تنال جزائها، ظللت الرأي العام وخدعت الشعب العراقي. نعم. واستغلت طيبته يا شيخ. نعم. الشعب العراقي طيب. نعم. استغلوا طيبته ورفعوا شعارات وخدعوا كاذبة، مو بس كاذبة، مزيفة تلعب النفس. فاللي بدي أقول الشغلة واحدة، أنا أتمنى من الشعب العراقي ومن خلال برنامجكم هذا الكريم، وإحنا بشهر رمضان كريم أيضا. نعم. أن يحول صندوق الانتخاب إلى صندوق العقاب، ليعاقب الأحزاب التي ظللتها ودمرتها خلال هذه الفترة. فهالمرة ما نسميه صندوق انتخاب، نسميه صندوق العقاب للأحزاب الفاسدة، لأن هالمرة ست هيفاء نريد برلمان يمثل إرادة الناخب العراقي. نعم. لا يمثل إرادة رئيس الحزب اللي يزور الانتخابات. نعم. بداخل المفوضية. يعني لكن أنتم تتحدثون عن تزويل انتخابات، شلون إذا تتحدث عن تزويل انتخابات تشجع هذا المواطن حتى ينتخب؟ لا احنا لأنه الآن ساعين إلى انتخابات نزيهة خالية من التزوير. نعم. لذلك ندعو الشعب العراقي أن يحول صندوق الانتخاب، يحول تسميته. نعم. من صندوق انتخاب إلى صندوق العقاب. احنا أمننا كبير بأعضاء المفوضية، وأمننا كبير بالشركة. نعم. الألمانية اللي جابوها، وعلى المفوضية أن توضح طبيعة الانتخابات القادمة. وأنا أقول لك قضيتين هي كفيلة بإضعاف سلطة الأحزاب الفاسدة، ما قلش تنهي. نعم. بس تضعفها. المشاركة الواسعة للشعب العراقي والواعية اللي عارفة تنتخب منه. نعم. هاي أولا، مو تنتخب اللي يعطيها فلوس لو يبلطلها الشارع، لو يجيب لها محولة، لو يودي لها سلة غذائية، لا، ينتخب لها الإنسان اللي قادر أن يمثله بالبرلمان ويدافع. نعم. عن حقوقه ويدافع عن الوطن. اسمحي لي استيفا، المسألة الأولى مشاركة واسعة وواعية. المسألة الثانية، نتمنى من المفوضية أن تكون نتائجها داخل الدائرة الانتخابية، ما نريدها بالمركز الوطني. لأنه أنت سويت العراق 83 دائرة بعمة، ليش تسوي لي النتائج بالمركز الوطني؟ أعطيني إياها داخل الدائرة. نعم. أنا الآن نازل بدائرة رقم 90. نعم. أريد نتيجتي بهاي الدائرة.
ليش تخليني اروح للمركز الوطني؟ صحيح. من راحت للمركز الوطني صارت القضيه بها مشكل، يعني تشكون بها من مو بس نشك بها، احنا هالمره ندافع عن اصواتنا. نعم. هالمره اصواتنا ذا تروح، مو مثل 2018 سكتنا عليها. نعم. لا هالمره غير شكل تصير، لان هاي الانتخابات انا اقول لك اياها ان لم تحدث تغيير مو بمستوى المرشحين، يعني مو مثلا نعم. الحزب الفلاني عنده 27 نعم. مقعد يحصل له 10 مقاعد، لا ما اريد هيك، اريد تغيير حتى بطبيعه الاحزاب. نعم. اريد احزاب جديده تدخل البرلمان، دماء جديده تدخل البرلمان. نعم. واضح عمليه هذه التغيير واضحه. معناها سيد النائب قبل 2018 وايضا دخلت القوى المدنيه ودخلت الانتخابات، لكن مع الاسف ما حصلت الا شيء القليل القليل. اي لانه تدري ليش؟ لان 2018 الانتخابات كانت اكبر عمليه تزوير بتاريخ العراق. نعم مزوره. مو مزوره، نعم. مزوره بشهاده رئيس الوزراء الحالي. نعم. وبشهاده رئيس الوزراء الاسبق منه. نعم. ومو بس هي مزوره، وكشفت الانتخابات اللي قبلها. نعم. ايضا مزوره. اريد اسال سؤال، اريد تقييمك للسيد رئيس الجمهوريه الدكتور برهم صالح. تقييمك. أنا ما قيم أشخاص. أنت رئيس جمهورية. شو أسوي رئيس جمهورية؟ رئيس جمهورية. إيه رئيس الجمهورية، خلنا نسأل سؤال، هذا كلامي موجه إليه. أنت شلون تصدر مرسوم جمهوري البارحة وتحدد موعد الانتخابات يوم 10/10؟ نعم. زين، والفقرة الدستورية تقول رئيس الجمهورية يدعو إلى الانتخابات العامة في البلد عند حل البرلمان أولاً. نعم. لازم ينحل البرلمان، يلا تدعو. زين انت دعيت والبرلمان معلق موجود، البرلمان راح يحل نفسه يوم اسمعني، لا ما له علاقه، هاي مخالفه دستوريه، مخالفه هسه اذا تريد اشرحها، انا رجل قانون، هاي يعني مخالف. ايه. اولا انت ذا تقول تدعو للبرلمان عند حل البرلمان، انت نعم. دعيت لانتخابات عامه قبل. والبرلمان قائم، هاي اولا. ثانيا انه مجلس الوزراء بعد ان تدعو للانتخابات يصير تصريف اعمال. نعم. الان اسال السيد الكاظمي، هل هو تصريف اعمال ام حكومه حقيقيه؟ يلا هاي بس هي حكومه. نعم. حقيقيه. نعم. الان حقيقيه، ما من حقه، فمو من حقه يسويه. نعم. نعم. هذه الماده، اذا انت حامي الدستور كيف تخالف الدستور؟ عفوا هي هاي الماده حتى يعرف الاختصاص يعرف لها المشاهد. نعم. الماده 64 فيها مادتين الف وباء. الف تقول في حال حل البرلمان يا اما ان يكون ثلث البرلمان يطلب من رئيس الجمهوريه. نعم. ان يحل البرلمان، بعدها يدعو إلى جلسة يكون فيها البرلمان يصوت بالأغلبية المطلقة اللي. نعم. هي نصف زائد واحد. نعم. أو أنه طلب من رئيس الوزراء، يعني المكتب رئيس الوزراء، يعني رئاسة الوزراء بأكملها، تطلب من رئيس الجمهورية بحل البرلمان. في هذا الحال يأتي رئيس الجمهورية بعد حل البرلمان يدعو إلى انتخابات. صحيح. مدتها القصوى شهرين. شهرين. نعم. خلال 60 يوم. نعم. خلال 60 يوم. خلي انتقل للسيد غالب. نعم. الشابندر، أريد رأيك بالسيد الكاظمي. بعدك مخالفات عند رئيس الجمهورية. أنا راح أرجع لك. رأيك بالسيد رئيس الوزراء السيد الكاظمي. شنو رأيك يعني؟ يعني أداؤه وشغله وعمله. هل هو قادر على إدارة الدولة؟ يعني هل هو مكبل بالأحزاب السياسية؟ هو الولد صديقي، ولعله يعني بس العراق صديقك يعني الأكبر. لا حقيقة الأزال الشرقي يعني بحب يعني صديقك باللعب. تتحفظ على الكلام. بس يعني أقول شيء، هو أخفق في أشياء لكن نجح في أشياء. نعم. معينة يعني هو مثلا نجح في إعادة الهيبة للجيش شوية إلى حد. نعم. ما حقيقة هاي في القضية أنا هو احترمت بيها. هو أيضا نجح تقريبا في معادلة مطلوبة في الزمن، أنه لم يتعامل بمنطق الدم في التفاهم والتعامل مع من يخرجون عليه، وإلا مثلا فرض مثلا هاي الحالة مال داسوا على صورته بالقندرة، وهو مثل هم مثلا هم يقولون احنا خاضعين للقيادة القائد العام للقوات المسلحة، هسه هو جبن أو مراعاة أو كذا، بس هو كان تعامل حكيم، لأنه لو كان داخل الجيش وضارب مثلا هؤلاء أعتقد كان صارت فد مذبحة كبيرة. نعم. وحسب علمي في ثقافته لأنه شوية من الدم يكش، يعني حقيقة يكش من الدم. يعني شنو تقصد يكش؟ يعني ما يعني خاف مال المواجهة، يعني هذه يعني شوية يعني خاف لو شنو؟ يعني أكو تربية معينة، واحد هسال مثل الحين قدام الدجاجة يمكن يومين ما نام،
تفتهمين شو؟ هي حقيقة غير أقول لك قضية ما أريد أدخل قضية الدولار. الدولار يعني قد يكون بالمستقبل لها فوائد كبيرة يعني حسب ما يقولون أهل الاختصاص. حسب ما يقول صديقك السيد الكاظم. لا مو بس هو ما يقولوا لا ما يقولوا. لا يعني مثل صالح يقول. صديقك وصديقنا. لا مثل صالح يقول اقتصاديين يقولون بس بيهم يخافون يحكون. يعني إذا يقول يعني حتى. بس كان لازم يعالج الموضوع. بحيث الى انه ما يصيب بضرر الطبقه الكادحه والطبقه الشريره. وانا بدي احكي لك مصطلحات ماركسيه لان انا اصلي ماركسي ولا تزال الماركسيه مطرحيه. نعم وتحدث رئيس الوزراء ايضا سيد الكاظمي قال انه صار زياده باحتياط البنك المركزي وهذا شيء ايجابي من خلال ارتفاع سعر الدولار. لكن المواطن البسيط انذبح بالقطنه. شوفي يعني قد تكون لا ثقي مو دفاع انا ما دافع عن واحد يعني وبعدين هذا الشيء ذاك هو غالب الشاب هذا لا يزيد ولا ينقص ولا عرفنا حدك ولا عرفني انا بس هو فشل في محاربه الفاسدين يعني بالفساد كان المفروض خلينا نبتعد عن صديقك يعني وتحياتنا الى السيد الكاظمي خليني اتحدث عن العمامه السياسيه فشلت في اداره الدوله العمامه السياسيه العمامه السياسيه أنا مقابلتك وقاعد لا شوف أنا في الحقيقة لا أحب الدخول العمامة في الجانب السياسي أن تكون مرشدة صحيح أن تكون منبهة جيد أن تكون محذرة جيد أما إلى دخلين السياسة مهما كان خليني لين قاعد الشيخ حيدر لازم يصير مراوغة لين قاعد الشيخ حيدر يمكن تفضل لكن خليني أسمي الأشياء بمسمياتها يعني السيد عمار الحكيم داخل بالعمل السياسي عمار الحكيم هو إمبراطورية مالية ولدي يصير إمبراطورية أكثر لا يعني أسقط عائلة بيت الحكيم تماما يعني هم ليش؟ شوف سيدتي يعني ليش يعني رجل يريد يحمي البلد يريد يعمل سيدتي يعني أنا قلت لك أن هذا المجتمع مجتمع قدوات والعراقي حاد جدا في هذه القضية يعني إما أسود وإما أبيض في القضية هاي الحدية وأعتقد هذه توارثها عن تربية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهذا الشعب حتى معاوية قال لأحد أحد الوافدات قال ويلكم لقد لمضكم ابن أبي طالب يعني خلاكم لسان حاد ففي الحقيقة قضية رجل الدين أو عالم الدين أنا ما أؤمن بكلمة رجل الدين وإنما عالم الدين هاي مبادئ الدعوة هاي مبادئ الدعوة بعد مبادئ الدعوة أنا اللي أعتقد أنه عالم الدين إذا يكون خيمة ومرشد خير له من أن يدخل في هذا العالم هذا عالم معقد عالم تضطر بي احيانا ان تتنازل عن مبادئك وتبرر هذا التنازل وياخذ هذا التبرير صيغه قانونيه في حياتك وللاسف الشديد تستسلم لهذا خصوصا في الجانب الايديولوجي للدوله يعني شوفي انا راح اقول لك شويه شيء بالايديولوجيه من تجي تحكم وهي كلها طهر ولكن عندما تصطدم بعقبات تتنازل الايديولوجيه عن نفسها شيء فشيء ثم تأكل الأيديولوجية نفسها وتكون هي مبرر لأكل نفسها. نعم. تشوفين شلون؟ ومن عجائب الأمور يعني هسه قد الشيخ يعيد من عجائب الأمور يا سيدة هيفاء. شلون وافقت بين انه الدول الأيديولوجية الانتماء للأيديولوجية يقل بينما الانتماء لهذه الأيديولوجية في دولة غير أيديولوجية يقوى ويقوى. لكن سيد غالب الماركسية هي الشيوعية. شلون أنت اليوم شيوعي لا مو شو احنا اليوم عودة لا فكر انا اتحدث عن فكر شيوعي وانت لا في حزب دعوة اسلام جذوري ماركسية نعم والماركسية بأثرية في نفسي يعني بس مو من ناحية عقائدية نعم يعني انا اول بعد ان انتميت للحزب الشيوعي العراقي وقبل سنتين توفى المسؤول اللي كان مسؤولي اسمه سيد عبد بن حي نعم كنا ندرس المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية مال ستالين وترجمة خالد بقداش وشون اثنين ستالين دموي وخالد بقداش متعصب الى ابعد الحدود فاجت هاي العباره المشهوره ها الى انه ان هذا الكون لم يخلقه انسان ولا اله وسوف يبقى شعله ترتفي وتشعل وستالين قال يا له من شرح رائع للديالكتيك قلت له سيدنا هنا انا واقفه قويه قال لي يا معود قول غيرها قلت له مال الله بابا هذه ما تنهضم ابد
لكن بقت قضية العدالة الاجتماعية، قضية أكو إشراق بالماركسية رائع جدا، وصدقيني يعني مو هذا شيء تسمونه. فأنا لا أزال يعني هذا حتى أنه هذا في كتب حزب الدعوة كنت ما درس اقتصاد هناك، كنت درس فلسفة هناك، فقالوا لي أنت ليش ما درس اقتصاد؟ قلت لهم والله قضية أخرى يعني، وعلى علم أنه حتى أعتقد يعرف الشيخ ستالين. أنت مو من الفكرة هو المثل الأعلى، ستالين مؤسس ستالين مؤسس الاتحاد السوفيتي أو أحد رؤساء ستالين الطاغية مؤمن الفكرة؟ لا ستالين الطاغية، بس لينيا كان رجل دولة. ليش رجل دولة؟ لما قالوا له شنو هي الماركسية اللينينية؟ قال الماركسية اللينينية الآن هو كهربة الاتحاد السوفيتي، وبالفعل سوى الكهرباء. صح. تفهم شلون؟ هسه احنا الإسلاميين مالنا لو يقولون يابا شنو معنى الإسلام؟ أقول الإسلام هو القضاء على الفقر، تمام لمو تمام؟ واقع. حق لمو باطل. الماركسية بها نور ومشعة يعني حقيقة، يعني مو قضية أنا دافع عنها. أنا كل ثلاث سنين إذا ما أقرأ رأس المال أضوج. خلينا نشوف رأي الشيخ. إي بس هذا لا يعني مو قلت لك يعني أنا خليط يعني 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 الفارسي يسمونه التقاطي. أقول لك فتشي. أنا في يوم في مؤتمر في بيروت وجلسوا شخصيات من لبنانية وأكو من حزب توتل راح من بالي في إيران راح اسم بالي حزب توتة. فتكلموا يعني بالشيء، فأنا شرحت لهم شنو معني، لأن أنا خوالي شيوعيين وكانوا عندنا بالبيت، فأنا قرأت كثيرا عن ليلين وستالين وخراشوف شنو كان يسوي وماو سي تونغ شلون صار وسوهارتو باتيستا بالأرجنتين فيدل، أنا هذه كلها قاريها من أنا وصغير يعني. فكنت أتكلم وياهم قال لي يعني أنت شيوعي معمم يعني مؤتمر عمامه. لا انا هذا شيء ثقافه امتلكتها من خلال عائلتي، ولا زالت انا مكتبتي اكثرها من هذه الكتب يعني موجوده، لكن هذا ممكن انه نستفاد من عنده فكرا، ممكن تستفاد من عنده في مناظره، ممكن تستفاد من عنده ان تقدم شيء. هناك كثير من الامور اللي هي تعطيك تقدح في ذهنك أفكار وتوجهات، حتى منعتها مثل ما قلت أنه تكون أنت محاور من الدرجة الأولى، محاور من الدرجة الأولى ومفاوض من الدرجة الأولى في فهمك لهذه النصوص. نعم. يعني أنت عندما تقرأ عن ليلين وعن أفكاره وتوجهاته. نعم خليني أخذ صندوقنا. أصايا يعاب علي قد يكون هذا الكلام يعني. لا. لكن السيد الصدر الله يرحمه من كان يجي إلى اسم ماركس في كتاب اقتصادنا يقول وهنا يلتجئ ماركس إلى عبقريته في اللغة. نعم. أنطيني صندوق وأتمنى توقف هنا يمي ساعدني. يا الله. حتى تأخذ توديها للسيد النائب رحيم الدراجي سيد النائب. جيب عين جيب. وأيضا خلي ظرف يمك. سيد غالب هذه من يدك لأهل الله. لا 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 هذه سؤال يخوف لعد هذا هذا الشيخ حيد أولي. أوكي والصندوق يأخذوا القهوتي معنا. شكرا. يلا نبدأ بك سيد رحيم، تفتح الظرف وتجاوبني وتعلق بكيفك. بالسرعة واحد لازم يفتح شيء يعني. خلينا نشوف سيد رحيم. والله أقرأ السؤال يعني؟ أي لازم أو تريد ما تقرأ بكيف؟ المهم بس هيك ملف أنا ما فاتح. ها. قرأنا يا خلنا نعرف شو. سؤال ملف فساد فتحته على معمم سياسي حتى تأخذ حقك من هو وما هو ملف الفساد. ما فاتح ملف يعني سياسي بخصوص ال. حزب رئيس معلمة. حزب فشي لا احنا فتحنا ملفات، انا فاتح 17 ملف فساد على رئيس حزب على مستوى حزب. وزارة الأقوى بيهم على مستوى وزارة يعني الأقوى بيهم هو ملف الكهرباء اللي فتحنا تقريبا بهدر للمال العام يكلف الدولة العراقية على مدار 17 سنة ونص 33 مليار. شركة كبيرة رئاسة الوزراء واللجنة الاقتصادية ووزارة الكهرباء
يا حزب كان مسيطر على الكهرباء؟ بغض النظر عن ذكر الاحزاب. هذا السؤال جاوبته. تفضل الشيخ. لا ما يصير خلاف. لا الشيخ انت. لا ايش ضامي لي؟ بس اتمنى اذا اشياء يعني تتحدثوها يعني ما بيها شيء. اي لا عادي. شخصية سياسية زارت إسرائيل من أجل التطبيع واقعا ما أعرف واقعا أنا إلى الآن أسمع لكن بدون دبلوماسية شيخنا لا لا يشهد الله شوف أحكي لك فتش قضية أنت يمكن تعرفيني أو سامع عني أنا يعني إنسان عدل وأتكلم بما موجود لأن ما أخاف إلا الله ما أخاف إلا الله وكائن من يكون أتكلم وأتكلم بقناعاتي قد تكون هناك شخصية مختلف عليها لكن أنا أجدها شخصية جيدة يمكن كثير من الناس تختلف وياي بيها لكن أنا أجدها جيدة فهذا هذه قناعاتي ولا أخاف إلا من الله لكن هذا أنا خلي أغير هذا السؤال يعني عندك علاقة مع رئيس دولة أوروبية شلون؟ شلون؟ عندك علاقة نعم. مع رئيس دولة أوروبية. زين. هاي وين لقيتها؟ ها صداقة. نعم هذا الشيء موجود أذكره. أنا كنت في مؤتمر دولي في طهران في عام 2008 أذكر. فكان الشخصيات كبيرة مدعوة إلى المؤتمر. يعني أنا حتى في حينها دعيت دعوة شخصية. أنا أروح للمؤتمر فكان اللي موجودين يعني الشخصيات الكبرى برلمانيين ووزراء فكان يعني القاعة اللي موجودة اللي قريبين يعني كان موجود سماحة السيد آية الله العظمى السيد الإمام الخامنئي ومقابلة رئيس الجمهورية رئيس السلطة القضائية السيد الهاشمي رحمة الله عليه أستاذنا الكبير ورئيس مجلس الشورى ورئيس البرلمان السيد لاريجاني أنا تربطني علاقة طيبة مع أحمد نجاد رجل يحترمني كثيرا ويودني كثيرا فعندما دخلنا دخلت الشخصيات الكبيرة وكانت وزراء وكانوا برلمانيين من هو الشخصية؟ صديقك؟ لا هو أحكي لك شلون صارت يعني أتني من النهاية من النهاية فالمهم من دخلنا يعني البرلمانيين والوزراء في الطابق الثاني والشخصيات اللي مثلا اللي دعوها دعوة خاصة اللي أنا من ضمنهم بالطابق الأخير على أساس فمن دخلت أحمد النجاد قال لي هذا مكانك لأن هذا الطابق الأول يمكن 15 أو 20 شخص رؤساء برلمانات أو رئيس جمهورية أو آية الله من صديقك فمن دخلت أسمح لي فمن دخلت جاء تصعد قال لي هذا مكانك يعني كمشني ومن يدي قال لي هذا مكانك أنا باوعت هذا اسمي موجود يعني صدق الشيخ حيدر أنا موجود هنا فمن جيت أقعد بالكرسي أنا يعني واقعا ارتبكت شخصيات كبيرة عالمية فلقيت كوت موجود على المقعد بس أنا شو أسوي منا رئيس يمكن أحد الدول الأفريقية ومنا شخص ما شفته يعني فشلت الكوت خليته على رجلي التفت اللي بصفي اعتذر من عندي تكلم لغة عربية بسيطة يعني فبالأثناء الكلام قام يتكلم وياي أنا ما أعرفه ودريد أسمع يعني فمن طلعنا مشينا رحنا قعدنا سولفنا كذا فبعدين بالليل إجاني من خلص المؤتمر بالليل إجاني رئيس وزراء مالطا رئيس وزراء مالطا فاتكلم معي أنا ما أعرفه يعني إلى أن هو تكلم قال لي أنت ما سألتني قلت له والله يعني الكلام إنسان جدا محترم اسمه لورنس فصاي صديقك وسافرت لا يعني أنا خل أحكي لك علاقة قوية بعدين نحكيها خليني أخذ أبو عمار طيب هذا السؤال محرج في غاية الإحراج من هو الشخصية السياسية التي شوهت صورة حزب الدعوة هواي بس لا منهم شيخ حيدر يعني يعطيش ملامح يعني الذي مكن عائلته من الحكم شوه نعم الذي عمل صفقات شوه دول شوه حزب الدعوة
واللي طلعوا من حزب الدعوة بعد 50 سنة وراح سووا حزب آخر لأن ما صار الأمين العام، هذا تشويه للحزب يعني حقيقة يعني. شوهه؟ طبعا حزب نوراني لا نعم. أنت معروف بجرأتك بس ما انطيتنا اسم. أنت معروف كل الجريء أبو عمار، ما تخاف من أحد. لا أبو هاي شوية بها في الدنيا. بين أصدقائك. حقيقة أصدقائك. ولا لا أحكي وداعتي شغلة. أصدقائك. خلي أشوف السيد الدراجي. أريد أختم وياك. أعطيني فحوة هذه الجلسة. الجلسة الرمضانية وشلون ممكن نمضي بهذا البلد. طبعا المضي بهذا البلد انا اعتقد ان الشعب العراقي لازم يقرر في داخله انه التجربه 18 سنه درس قاسي ومؤلم، يجب ان يستعد ويصر ويقرر على عدم تكرار هذه التجربه الفاشله الفاسده وبلا حياه، لان تكرارها يعني ضياع للعراق وشعب العراق. وهم كادوا في هذه السنه أن يضعوا العراق على مائدة المزاد العلني، ولكن الله كفانا شرهم. رمضان كريم شيخ. إن شاء الله يعم الخير والبركة على الشعب العراقي. نعم. وأرجو من الله العلي القدير أن يمن نعم. على الشعب العراقي برئيس وزراء قوي وحقيقي، وأن تكون بغداد كأربيل، يعني تكون مثل بناء أربيل، مثل مستشفيات أربيل، مثل طرق أربيل. هذا البناء اللي يعني أتمنى أن تكون البصرة كذلك، السماوة، الناصرية، الديوانية، يعني نعيش أنه بلد يبنى فيه، بلد من أجل البناء، بناء الإنسان وبناء يعني الأخوة عراقيين أيضا في الكردستان، عراقيين ومن نفس الطينة، هم يعني أصلاء في هذا البلد، قد يكونون هم قبل العرب في هذا البلد. نعم يعني حسب قراءاتي أن العرب صار لهم 1800 سنة، هم صار لهم 6000 سنة في هذا البلد. نعم. فأريد أشوف بناء مثل بناء أربيل، أنه تبنى بغداد، تبنى المحافظات. نعم. لكن أنت شيخنا قبل ما أختم رياضي. نعم. أريد أسألك على فوز الجوية. نادي الجوية. أنا يعني لأنه لاعب كرة السلة يعني. نعم كنت رياضي ولكن دراستي الحوزوية يعني أخذتني في يعني في قمة، لكن ماكو أقدس عندي من الدراسة. أعشقها، وكذلك أنا أعشق فريق القوة الجوية، لأن فريق القوة الجوية يعني ما أيضا سيد رحيم دراجي يمكن أيضا رياضي. كل العراقيين هم رياضيين. نعم. شجع يا فريق. أنا ما شجع أي فريق. نعم الشيخ يشجع. ودعت الكرة يعني أنا من أيام السبعينات. تلعب طوبة بالسياسة. بالسياسة لو بالسياسي. هذا ماركة جيدة. لا عفوا بالسياسة لو بالسياسي. نعتز بها. لا بالسياسة لو بالسياسي. بالسياسة لو بالسياسي. لا والله بالسياسيين. إذا صح التعبير على قولتك. يعني مناوي تعتزل. ها؟ مناوي تعتزل. والله احنا بدنا نؤدي واجبنا بالدفاع عن ابناء الشعب العراقي، بالدفاع عن مستقبل ابنائنا، لان وجود هؤلاء واستمرارهم خطر علينا. ستيفا فاحنا لازم نعمل بكل ما نملك من طاقه على ازاحتهم او اضعاف قرارهم في اداره الدوله العراقيه. خلينا نشوف المفكر السياسي. اريد نختم الحلقه وياك ونصيحه نصيحه منك، يعني انت رجل كبير يعني يتمنى لانه كنت تعمل في حزب مهم جدا وقوي جدا، أن يختار الأصلح أو الصالح، وإذا تمكن آخرون طبعا من الصعوبة هذا الانقلاب الجذري، إذا جاء قسم من هؤلاء أن يمارس الشعب العراقي أسلوب الضغط على الفاسدين حتى يغير مسارهم، يعني مو شرط أنه تحولين الفاسد إلى صالح. شكرا جزيلا. ولكن تقدرين تخلينا يعمل رغما عنه يعني. هم هذا زايد خير. والنقطة الأخيرة هو أن يباوع إلى خيمة العراق الحقيقية وهو السيد علي السيستاني، هذه الخيمة الحقيقية، يتفاعل معه ويدعو له بطول العمر. أحسنت. شكرا جزيلا. وبالختام أشكر ضيوفي وشكرا لكم، وأكيد كنت سعيدة بوجود الشيخ حيدر اللامي وأيضا
السيد النائب رحيم الدراجي وايضا المفكر السياسي السيد غالب الشابندر. الاسلامي تربطنا معك. لا لا، شكرا جزيلا. بالختام اشكر ضيوفي واتمنى ان التقيهم يوم غد. الى اللقاء.